d'appuyer sur le bouton باش تبدا لي لا كونسوماسيون تاع الماء ونتاع التريسيتي سونز اري الاستغلال المكثف نتاع الالكتريسيتي قادر يحرق لك لي انستالاسيون الكتريك ولا ينشف لك لاناب دونك هنا il faut avoir un certain moyen de stockage une bâche à eau ولا un réservoir باش تقدر كي تعمر يحبس الفلوتور ما يبقاش كل شيء معول على الطاقه الكهربائيه et vous économisez les deux الماء والانرجي الكتريك ثانيا تستغلها حتى في الكوتا كوت ماشي في الاستغلال هذاك تاع سونزا. قامت محافظه الغابات لولايه غليزان بتنظيم تظاهره على مستوى غابه استجمام جبل الفراح ببلديه القلعه، تضمنت معرضا يبرز جميع انجازات القطاع في مختلف المجالات من خلال اشغال منتوجات الحطب الفلين الى جانب عرض الموارد البشريه والماديه المبرمجه في خلال حمله الوقايه ومكافحه حرائق الغابات في اطار تحديد لحمله مكافحه حرائق الغابات لسنه 2024. كما تم عرض تقنية الووتر بوكس، هذه التقنية تستغل في الأماكن التي تشهد نسبة تساقط قليلة وتشهد جفاف كبير. تم غرس 100 شجرة من نوع الزيتون على مستوى غابة راس العنصر بزمورة، 50 شجرة بتقنية ووتر بوكس و50 شجرة عادية، وسيتم تقويم شهري من أجل دراسة مدى نجاح هذه العملية على مستوى الولاية، ممكن لتعميمها في السنوات القادمة إن شاء الله.